ده ايري ده ايري اللي في المارونتيه. وطالع كده فجاه في نص الطلعه لقيت عربيه رايحه جايه واقفه كده والبيبان بتتفتح وفي اتنين نزلوا ضربوا الي عشان كله يقف. انا الاول مقلب. فريم افتكرتهم رامز جلال اقسم بالله. ايوه انا لاول لحظه كده فلقيت واحد جالي من هنا وواحد جالي من هنا. فانا بطلت المفتاح العربيه خدت المفتاح في ايدي فانا نازل ماسك المفتاح في ايدي عامل فيها احمد السقا راح شد المفتاح وضرب نار جنب رجلي فتحولت لاحمد رزق للحظه. هات المفتاح مفيش مفتاح راح ضرب نار راح واخد المفتاح قلت له اتفضل العربيه اتاخدت. احساس بقى ربنا مولي حد. طب وبعدين عملت ايه؟ مفيش بقى رحنا وعملنا بلاغات في الداخليه والداخليه نسقت مع الناس وكلمنا الناس و لا بس خضه وحشه قوي يعني. طب انت جيت ازاي يا عمرو؟ جيت ازاي العربيه؟ ايه؟ لا العربية يعني جبناها وجت الحمد لله بس هو احساس الخضة ده اللي في الاول ده اللي انت يطلع عليك ناس والساعة كانت 9:30 بالليل يعني مش وقت متأخر فده اللي كان عمل شوك او اللي لحظة لغاية العربية ما مشيت قدامي انا مش مدرك اللي هو يعني لا حتى العربية راجعة بظهرها دلوقتي انا واقف مستني اهو ومفيش حاجة حصلت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا عم. ربنا يخليك. نورنا النهاردة في يو تيرن ومبسوطين قوي إن إحنا معاك. قولي يو تيرن تاني كده. يو تيرن. والله حبيت اسم البرنامج من يو تيرن. قولي يو تيرن كده وحياة أبوك قولي يو تيرن. إيه ده أنت لو سمعتها. لا يا عامر. أقولها لك أنا؟ أقولها لك أنا؟ ما بلاش. لا قولي يو تيرن. تعالى بطريقة مختلفة خالص. شكرا. في فرق شاسع ما بين يو تيرن. ما تقارنش اصلا يو تيرن من يو تيرن يعني ما تقارنش. طب فاكر يا فرح الموقف يو تيرن؟ لا فرح ايه؟ انا قلت لها يا فرح انا هجيلك عند البيت تديني الفلاشه بس تنزليها لي. قلت خلاص انا نزلك بالسبت سيبك من السبت اللي فصلني. رحت لها فايه ما هي بتطلعش واقفه ما بتطلعش. قلت لها ومش هينفع نادي فرح في الشارع يا يو تيرن يو تيرن. قول لي يا عمرو. اقول لك احكي لي انت بتقطع عليا ومذيع وبتاع وبتقطع عليا يا عمرو؟ خلاص قطعت عليا علي خلاص خدت مني الدنيا كلها يا بي والله ولا اقدر خلاص بقيت مذيع عمرو خلاص. قول لي التجربه بتاعت الاكزيت وما شاء الله انا شايف فيها نجاح كبير. الحمد لله برنامج اكزيت لما اتعرض عليا انا كنت متخوف لان التجربه يعني اول برنامج رعب وانا اللي انا اللي اقدمه وانا يعني الناس عارفين ان انا يعني الى حد ما كوميديان شويه. فالاول كنت خايف جدا لما ابتدينا نقعد نشتغل على الفورمات وان احنا نعمل له بعد درامي شويه وان احنا نقعد نفتكس فيه فابتديت احب الموضوع جدا. ابتديت احب ان انا اخش في جو السسبنس ده وان انا اخض الناس وبتاع بس بشكل لطيف شويه. الحمد لله ردود الفعل اللي جات لي من الناس جوه مصر وبره مصر كانت لطيفه جدا. الناس حابه الموضوع، الناس عايزه تشترك في السيزون الثاني لو عملناه ان شاء الله. والحمد لله. انت كسرت السقف عليا يا عمرو. عم نعمل لك ايه بقى؟ كسرت السقف عليا يا عمرو. فيها تامر هجرس وقلت عايز اشترك وعملت لي فيها بادي بيلدينج. البس بقى. كل السقف كسرت السقف، انا كسر عليا السقف يا عمرو. ما انت عشان حبيبي يا ميرو. يوم ما اكسر عليك لازم اكسر عليك سقف. طيب انا عارف ان انت كل ثانيه واحده قول لي يو تيرن كده. كل شويه نطلع نطلع بفاصل كده. طب عمرو انت مقدم؟ ايه؟ مش مقدم؟ لا حاليا مش مقدم. طب يو تيرن؟ انا حاليا سنجل. عمرو انت ابتديت الاول تمثيل في مسرح المدرسه. اخرجت اول مسرحيه الاسد ملك الغيبه. ايوه. فعايزه اعرف بقى الاول التجربه دي جات لك ازاي؟ انت كنت طالع من المدرسه بتحب التمثيل ولا بتحب الاخراج؟ لا انا كنت في المدرسه